مساكم الله بالخير مستمعينا في البرنامج الرياضي اليومي الجولة، معكم أنا ثامر الحميد للحديث عن بالتأكيد الانفراد اليوم لقطبي جدة الاتحاد والأهلي في المباراة التنافسية الآسيوية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. إن شاء الله عشان تكون الصورة واضحة للجميع، اليوم من الساعة 6 للساعة 7 الآن إن شاء الله راح تكون برنامج الجولة، راح نتكلم فيها عن أمور الدين، راح ناخذ بعض المداخلات، راح ناخذ أيضا مداخلات مع الجمهور نتكلم فيها عن المباراة وتوقعاتكم لمباراة الاتحاد والأهلي. بعدها إن شاء الله من الساعة 7 إلى الساعة 11 مساء راح يكون إن شاء الله تغطية خاصة من إذاعة مكس اف ام للحدث الرياضي الأبرز الآن على الساحة السعودية، بما أن الاتحاد والأهلي طرفي اللقاء، وعلى الساحة الآسيوية لأن مباراة تعتبر نصف نهائي دوري أبطال آسيا. الآن في برنامج الجولة نبغى مداخلاتكم للتوقعات عن المباراة وغيرها، للحديث عن المباراة. رجاء يا جماعة الخير اللي بيتداخل معي يرسل على البرنامج، لا يرسل على الجوال، لأن في بعض الناس يعني يرسلون على الجوال، يعني لا يمكن أني بوقف البرنامج وبقول لكم فلان والله قاعد يرسل لي على الجوال، ارسل على البرنامج وابشر، البرنامج الكل جميع، بس ارسل على البرنامج لا ترسل على الجوال، لأن في ناس الله يهديهم يرسلون على الجوال يقولون أنت ما رديت علينا ودي أن نتداخل. طيب ارسل على البرنامج، أنا على الهواء ما أقدر أني أرد عليك، يا ريت انك ترسل على البرنامج. STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 6305 90، زين 7 3 22 22. هدافين الفريق الاتحادي في دوري أبطال آسيا، طبعا الاتحاد متمرس في هذه البطولة، نتكلم على رقم واحد أكيد الصقر نايف هزازي، عدد الأهداف 7 أهداف. الثاني محمد أبو سبعان، يعني محمد أبو سبعان محور ويسجل 3 أهداف في دوري أبطال آسيا، أكيد أنه يعني رقم طيب لأبو سبعان أنه يكون لاعب محور ارتكاز ويقدر أنه يساند الهجم ويسجل الأهداف، هذا شيء طيب. المغربي فوزي عبد الغني الآن مصاب ما رح يلعب، عنده 3 أهداف. البحريني عبد الله عمر هدف، المنتشري هدف، نبدأ ربه الآن من اتحاد إلى نادي النصر، أندوما راح هدف، عبد عطيف الآن أيضا في النصر هدف، ديغو سوزا البرازيلي الجديد هدف، محمد نور هدف، فهد المولد هدف، لكن هدف فهد المولد يعتبر الأبرز لأن مسجله في مباراة إياب دور ربع النهائي أمام غوانزهو الصيني. لكن نرجع ونقول نايف هزازي 7 أهداف، يستاهل نايف. هدفين الفريق الأهلاوي في دوري أبطال آسيا 2012، الأهلي قلعة الكؤوس والفريق الراقي، الأهلي يمكن في البطولات الآسيوية من أوائل الفرق اللي لعبت على نهائي البطولة، عنده شخصية، أكيد أنه في مباراة اليوم أو حتى في مباراة الإياب راح يكون مختلف، النادي الأهلي راح ينافس بقوة غريمة نادي الاتحاد في مباراة اليوم. البرازيلي فيكتور سجل 6 أهداف في دوري أبطال آسيا لصالح الأهلي، هو الهداف رقم واحد في النادي على مستوى البطولة. المركز الثاني العماني عماد الحوسني 4 أهداف، الثالث عبد الرحيم الجيزاوي 3 أهداف، تيسير الجاسم هدفين، كامل الموسى هدف، البرازيلي مارسيلو كاماتشو هدف. إذا تكلمنا عن أبرز نجوم الفريقين، يعني نتكلم بعيدا عن الإصابات اللي المفروض يكونوا موجودين في أرضية الملعب، نتكلم على بما أن مباراة على أرض نادي الاتحاد، نتكلم على قائد كابتن
الفريق اللي هو الكابتن محمد نور. محمد نور من مواليد مكة المكرمة 26 فبراير 1978. محمد نور لاعب وسط خلينا نقول حر في كل مكان تلاقيه متواجد في الملعب. كابتن الاتحاد من عام 1996. طبعا ابو نوران يعتبر القلب النابض لفريق الاتحاد وصاحب روح قتالية عالية ودائم تظهر في مثل البطولات. كان اول لقاء رسمي للكابتن محمد نور كان امام البرازيل في كاس القارات عام 99، ولعب محمد نور 20 دقيقة في كاس اسيا عام 2000، وشارك مع المنتخب في مونديال كاس العالم مرتين، الاولى كانت في كوريا واليابان 2002 والثانية كانت في ألمانيا 2006. على الطرف الآخر الكابتن طبعا تيسير الجاسم من أبرز نجوم الفريق، لاعب متجدد دائم تلاقي مثل الاخطبوط ما شاء الله تبارك الله في الملعب، تلاقي دائم الحركة داخل المستطيل الأخضر. ممكن يعني خلينا نقول نجيبها باختصار، تيسير الجاسم ممكن في أي لحظة يسوي أي شيء أنت ما تتوقع داخل الملعب. تيسير الجاسم لاعب متجدد دائم، وكل ما يقولون لا والله الموسم هذا، هذه كنت أسمعها كثير، يقولون والله تيسير الجاسم الموسم هذا خلاص يعني هذه نهايته، ما عاد انتهى تيسير الجاسم، يطلع الموسم هذا والموسم الجاي أفضل مما كان عليه حتى أيام بروزه. تيسير الجاسم من مواليد 25 يوليو 1984، لاعب محور ارتكاز ويلعب أيضا على الوسط الأيمن في خانة الوسط الأيمن، ويميل حتى لصناعة الأهداف ويسجل، وعنده قدم ما شاء الله قوية حتى للتسديد. يعني لاعب قوي جدا. تمت إعارته لنادي الغرافة القطري عام 2007 2009، تمت إعارته لنادي قطر القطري لمشاركة في كأس أمير دولة قطر. من أبرز مميز تيسير الجاسم قتاليته في كافة أرجاء الملعب، يعني ما تقول هذا يحكم مركز، لا. طبعا تيسير الجاسم هو من احد الاسماء اللامعه اللي برزت على كره القدم السعوديه في السنوات الاخيره. ابرز الالقاب للكابتن تيسير الجاسم المايسترو، يعني هذا ابرز القابه. نبدا الاتصالات معكم، ناخذ بس او نذكر بارقام التواصل STC 844 48 STC 844 48، موبايلي 630 590، موبايلي 6305900723222، نلتزم بالأرقام الله يخليكم. ناخذ اتصال هشام، تفضل يا هشام. عصام، هلا مرحبا عليك. تفضل يا عصام، كيفكم طيبين؟ بخير الله يبارك فيك. طال عمرك اتوقع ان شاء الله اليوم اهلاويه. اهلاوي انت يا عصام؟ انا اهلاوي وما افتكرتوني الواحد حق محمد نور الذبيح اللي اعطيه طيبين. ما شاء الله عليك. طيب عند كلامك يعني دم؟ اقول عند كلامك، انا عند كلام عند وعدي، لو ما انا عند وعدي كان ما اتصلت عليك. طيب حتى اللعبة اني اذكركم صراحة النتيجة 1-0 بعد 1-0. ها وبعد البرنامج حأكد لك روح ادق عليك. طيب يعطيك العافية، بالتوفيق إن شاء الله للفريقين يا عصام، وإن شاء الله نشوف التحدي هذا بالطرف الآخر مع التحدي إن شاء الله بإذن الله حبيبي. طيب يعطيك العافية عصام، شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني ابو فيصل. كوكتيل وش يا ابو فيصل؟ الو، اي كوكتيل يا ابو فيصل؟ هلا ثاني، كيفك؟ هلا والله. تبي تتمخمخ قبل المباراه؟ ها لا لازم تصحصح المباراه. طيب تفضل. والله كان رملي 3 ايام وما شارك، واحد اتصل علي يا اخو امتى اخر البرنامج، في واحد اخذ الوقت كله بس الحمد لله يا اخوينا ما قصر اتصل عليه دحين بتكلم عن المباراه اليوم. معليش ابو فيصل، انت عارف بعض احيان وقت البرنامج وانت عارف يعني موضوع الاتصالات هذه ما خلصنا منها، يعني حتى بعد البرنامج الناس يبون يدخلون حتى في البرنامج بعد ما انتهى. اي والله الله يعين. تفضل يا ابو فيصل. اليوم ان شاء الله يعني النمور اليوم ان شاء الله ساعدتها يعني تامر البطوله الاسيويه معروفه يعني تعب عالي للاتحاد، ان شاء الله اليوم يفرحنا ان نحسمه ان شاء الله من المباراه الاولى ان شاء الله اللي في ارضنا، والمباراه الجايه ان شاء الله نلعب مرتاحين يعني اليوم نتيجة ان شاء الله تكون كبيره. طيب انت سمعت المداخله اللي قبلك يا سمعتها يا اخي يقول لك يتحدى الاتحاد، ايش رايك؟
يتحدى جزاوي يتحدى قال الميدان يا حميدان. طيب نحن من زمان نقول الميدان يا حميدان. فريق كم فريق سعودي قابلنا في البطولة الآسيوية يا ثامر؟ الهلال والشباب طلعناهم من الأهلي. الفريق الصيني أقوى من الأهلي؟ الفريق الأهلي أقوى من الفريق الصيني؟ لا والله مو أقوى منه. لا بس مي سالفة أقوى لمو بأقوى الأهلي. أشوف الأهلي فريق قوي وفوق هذا كله منافس تقليدي للاتحاد فدائما الظروف تختلف. أنا عارف أنا معظم حق الأهلي يا سامر بس هذه بطولتنا معروفة يا أخي. نحن نادي الوطن معروف. طيب أنا أبو متعب سمعنا هذا المسمع أنا خلاص أكيد تستاهلون. هو اللي مسيطر على هذه البطولة يعني الأهلي غير الأهلي نحن ما يمكن معنا في البطولة هذه. وخوينا اللي اتصل هذا يقول يا أخي بشجع عادي بس أقول إن شاء الله يعني نقدم مباراة حلوة والجمهور يستمتع فيها. طيب يعطيك العافية شكرا لك. نذكر بأرقام التواصل STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. نذكر بأرقام التواصل STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. سامر الحسن يسأل عن تعقيب على موضوع وسلي في جريدة الرياض. سامر والله بصراحة بالنسبة لزميل حمد الصويلحي يعني نحترمه كثير يعني الرجل بالعكس يعني هو هذا المهنية اللي احنا كنا نطالب فيها. المفروض انك تروح للاعب مباشرة وتسأله وتسوي معاه حوار وهذا اللي صار وحنا نحترم تحديدا حمد الصويلحي. هذا بالنسبة للموضوع بعيد المدى. يقول إثارتك الخبر وسلي انا ما اثرت الخبر جماعة خير ترى اذا طلع تكريم الخبر وسلي يطلع على لسان المدرب تكذيب للمدرب اللي قال الموضوع ترى مو انا اللي قلته انا كنت ناقل للخبر عشان تفرقون في الموضوع. في ناس تسأل عن طريق الرسائل عن موضوع الأمير فيصل بن تركي. بقول بسرعة هدد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم باللجوء إلى الاتحاد الدولي فيفا في حال تماديهم في تغطية أخطائهم مشيرا إلى أنه لن يسكت على استخفافه بالقوانين واللوائح. وقال عبر صفحته في تويتر لن نسكت على استخفاف لجنة الانضباط بالقوانين واللوائح وتغطية أخطائهم الفادحة. وأضاف إذا لم يكن لهم مخرج فالوعد فيفا. وكانت لجنة الانضباط قد قررت تثبيت قرارها رقم 28 الذي تضمن تغريم الأمير فيصل بن تركي 10,000 ريال على خلفية دخوله إلى أرضية ملعب بين شوطي لقاء فريقه أمام الشباب الماضي في الدوري زين. وأكدت في قرار غير قابل للاستئناف تغيير سبب القرار مع بقاء نتيجته. هذا بالنسبة لموضوع الأمير فيصل بن تركي وموضوع الفيفا. في معنا مداخلات. فيصل ألو تفضل يا فيصل. مساء الخير حياك الله. كيف الحال سامر؟ الله والله ها كيف اليوم؟ حبيبي لا وسلي ولا غيره الليلة ليلة الملك يا طويل العمر. تركنا من وسلي واللي هو الليلة ليلة الملكي مع النادي الشعب السعودي هذا هو. وبعدين عندي فريق اللي قبل احنا نادي الوطن ومتعب قال أقول لا تزايد على وطنيتنا. أنتم نادي الوطن احنا عيال الوطن وفهم يا فهيم احنا عيال الوطن فاللي بنوصله شلون. لحظة 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 أول شيء أنت قلت الملكي وأنت واضح أنك تأشر فيها للهلال والحين قلت لا 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 يا الحبيب الملكي الأهلي مش دق الهلال بالموضوع. لا أنا كنت تتنافسون على اللقب. لا لا يتنافسون يروحون ينافسون وسلام وش ما ينافسون نحن. طيب أنا ما بالنسبة... حد ينافسنا. لا لا أنا أتكلم على اللقب يا فيصل ما أتكلم على شيء. اللقب يا طويل العمر معروف دوليا وشون دوليا الملكي الأهلي أي معروف يا أخي كي. يا أخي كل الأهلي معروف أكثر نادي خد كؤوس أكثر نادي خد لا 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 فيصل لحظة أنا ماني بقاعد جاد لك أقول لك إن الهلال ملكي والأهلي لا أو العكس. أنا أقول لكم إنكم أنتم الآن قاعدين تتكلمون كل واحد يعني تيجي واحد من الجمهور يدخل معي بيقول لي هلال الملكي كهلالي أهلاوي بيقول لي الأهلي أنا مالي دخل استحقاقية من اللي يستحق اللقب. هذا موضوع أنتم عاد تناقشونه مع بعض. أنا أتكلم إنه الآن تقول افهم يا فهيم بعد سالفة الملكي أنا افهم يا فهيم. لا 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 لا, لا. افهم يا فهيم على أي هدري يقول إحنا نادي الوطن انت تقول احنا ابناء الوطن وفهم يا فهيم اقول احنا عيال الوطن ايه؟ وفهم يا فهيم يا فيصل فيصل خليك في مباراه. طيب يا فيصل طيب انا اقول لا تزايد على وطنيتنا ترى ذبحونا بالوطن وما الوطن ما لنا ومال الوطن احنا الحين في اسيا
يعني خلينا في اللعب، خلينا في الكورة، صح ولا لا؟ طيب. تركنا من الوطن وما الوطن، الوطن وخابرينا وين الوطن. المهنة طول العمر. طيب تفضل. اللي بوصلة الليلة. طيب أنت ليلة طيب أنت اليوم تقول الليلة ليلة الأهلي. ليلة طيب. الملكي مع نادي الشعب. طيب الأهلي اليوم. وش المفروض يسوي؟ تشوف يعني ما ما تخافون ما تخافون من الاتحاد؟ لا أديب ما يخاف حبيبي. احنا كطول العمر لازم نبدا بجول. اذا بدينا بالهدف خلاص، حتى لانه مدربهم ما شاء الله صراحه نشيد فيه المدرب حقهم ما يشتغل الا اثناء المباراه والشوط الثاني اكثر شيء، فحينزل بخطه وبتكتيك معين. اذا انت فاجأت بجول بدري حيتلخبط، حيقوم يغير. إيه بس كيف تفاجئ يا فيصل؟ هنا المشكلة. أنا أقول لك الأهلي لازم يركز إنه خصوصا في ملعب الاتحاد، لازم يركز إنه يسجل جول في الربع ساعة الأولى. إذا سجلت جول أنت كسبت، إنه الاتحاد حيغير تكتيكه، الاتحاد حيبدأ يغير الخطة، الاتحاد حيبدأ يضغط، والأهلي يعني ناجح وجيد في المرتدات السريعة بحكم عنده الجزاوي، عنده العمدة، عنده فيكتور، يعني صراع. واعتقد فيكتور مو لاعب حيلعب راس حربة واحد. اي فيكتور الاصابة الى الان بس ما ادري. اي انا اقول العب فيكتور. تشوف ان الخسارة على الاهلي، الاهلي راح يتأثر مثل هذا الغيابات؟ التمساح هذا خسارة ما يعني يكذب اللي يقول لك ما نفقد فيكتور، لكن العمدة حيلعب راس حربة واحد، حيلعب وراه الجزاوي عشان يوقف الهزامي، لانه شوف الاتحاد حيعتمد على الاوفرات حقت ابراهيم هزادي حيوصل للاهلي. فأنا اللي بوصله الهدف الأول بإذن الله حيجيب وراء أهداف، وانت لاحظها صارت لنا مع سبحان. سبحان كان يبغى يجيب فينا عشان يعادلنا، عرف؟ لأنه التعادل الإيجابي يطلعنا. لما جاب الأهلي جول بدأ سبحان يعادل، فتح الملعب جاب الأهلي ثلاثة، عرفت كيف؟ فأنا أقول لك بإذن الله الاتحاد الليلة، أنا كده متفائل بإذن، لأن كل التوقعات والإعلام وكله يقول اتحاد. طيب يعطيك العافية يا فيصل. اللي ما يعرف الأهلي يقول اتحاد. طيب كلكم عليهم براسي فيصل. وأتمنى أنه ما في مزايدات على الوطن. طيب. أوكي. شكرا لك يا فيصل. الكريم. شكرا لك. في معنا اتصال ثاني. طيب نذكر بأرقام التواصل STC 8-4-4-4-8 STC 8-3-4-8 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 732-22. نتكلم الآن شوي فنيا في موضوع مباراة، لأن مباراة مثل هذه الاتحاد والأهلي فيها بعض التفاصيل يمكن ما يعرف التفاصيل هذه إلا بعض الأشخاص أو بعض اللاعبين اللي قد لعبوا في مباريات ديربي مثل هذه. ينضم لي الآن اللاعب المحور اللي كان على مستوى عالي جدا سواء في نادي الاتحاد أو حتى في المنتخب السعودي، الكابتن مروان بصاص. حياك الله معنا يا كابتن. أستاذ المستمعين كلهم وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. وانت بخير كابتن مروان بصاص، سعداء بتواجدك معنا عبر إذاعة مكس اف ام. الله يخليك كابتن مروان. مثل هذه المباريات احنا تعودنا على الاتحاد والاهلي تكون مباراة في دوري زين او حتى في بطولة كاس محلية، لكن الان على المستوى الاسيوي مثل هذا التوقيت الان قبل بداية مباراة باقل من ساعتين، تشوف انه وش الادوار الادارية الموجودة الان على عاتق الاتحاد والاهلي لتجهيز اللاعبين على الاقل نفسيا؟ والله ما في شك مباراة هذه يعني مباراة ديربي يعني وسمي من قبل ديربي آسيوي، بغض النظر عن التنافس اللي بين الفريقين المحلي فالآن آسيوي. فأعتقد أنه التهيئة يعني قبل التهيئة الإدارية أكيد الإداريين والمسؤولين عن الناديين موفرين جميع سبل الراحة للفريقين وللاعبين، ولكن يظل اللاعب هو طبيب نفسه، هو اللي أهل نفسه لمباراة مثل هذه. فالفريقين يملكوا لاعبين يعني على مستوى عالي من الخبرة يعني لعبوا مباريات كثيرة زي هذه، فغالبا 80% يكون اللاعب هو من يهيئ نفسه لمباريات مثل هذه. طيب كابتن مروان اتكلم، احنا دائما نسمع الموضوع هذا يعني المتابع لكره القدم يعني سواء قد مارس اللعبه او ما مارسها، بس دائما نسمع الكلمه هذه كثير ان اللي يمتلك وسط الملعب هو اللي يمتلك المباراه.
نشوف اليوم برضو هذا ينطبق على أرض الواقع أن اللي يمتلك وسط الملعب اليوم راح يتحكم في نسق المباراة بشكل كبير. ما في شك وسط الملعب هو 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 القلب النابض لكل فريق وهو الموزع للهجمات وال يعني سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية. ولكن أيضا يعني لما يكون عندي وسط كويس وما يكون عندي هداف يكون فيه هناك نقص، ولما يكون عندي هداف أو هدافين وما عندي صانع لعب ووسط كويس برضو لازم يعني يوجد توازن في مثل هذه الأمور ومثل هذه المباريات. فالاتحاد يمتلك لاعبين وسط على مستوى عالي والأهلي يمتلك لاعبين وسط برضو على مستوى عالي، فإلا حي يعني يستطيع أنه يسيطر على وسط الملعب يعني حيكون له يعني الأفضلية في يعني الظفر بنقاط المباراة هذه. كابتن مروان نتكلم على موضوع العنصر الأجنبي في الاتحاد وفي الأهلي، يعني واضح أن الفريقين العنصر الأجنبي فيهم يعني مميز. إذا تكلمنا مثلا في الأهلي عندك الفيكتور أو حتى عماد، عندك في الاتحاد سوزا، يعني مثل هذه العناصر. بس الإصابات، نتكلم على الإصابات اللي في المباراة هذه راح تأثر بشكل سلبي واضح على أداء الفريقين. والله ما في شك اللاعب الأجنبي بالأمانة يعني له دور، بالذات بالأمانة للأهلي كلاعب على حجم فيكتور أعتقد حيكون له تأثير واضح من الشق الهجومي يعني. وبالنسبة للاتحاد طبعا لاعب الاتحاد غالبية الأجانب بيلعبوا خط الوسط، فهناك بدائل يعني بدائل أفضل لصالح الاتحاد في هذا المركز، ولكن الأهلي تجد أنه يعني اعتماده على فيكتور وعلى الحوسني وعلى كيشير المكيف بالإضافة للاعب الأرجنتيني اللي هو الآن بدأ بالأمانة مستواه بتصاعد وانسجام مع الفريق. طيب كابتن مروان بالنسبة معليش على مقاطعة، بالنسبة يعني تتكلمت عن تميز خط الوسط في نادي الاتحاد وأن أغلب الأجانب موجودين في هذا الخط، طيب في خط الهجوم الاتحاد يعاني كثيرا خاصة إذا تكلمنا عن إصابة نايف هزازي. أكيد ما في شك يعني أنت الآن تعتمد على هزازي بشكل كبير في منطقة الهجوم. إحنا بنتكلم كنا على الأجانب إنه الأهلي هجوم من لاعبين أجانب. صحيح. الاتحاد لاعبين وسطه 60% أجانب، ولكن هزازي أكيد له دور في مثل هذه المباريات ووجوده ضروري ومهم. إن كان ما كان متواجد في المباراة حيكون هناك ضعف في الشق الهجومي لنادي الاتحاد، ولكن في بدائل يعني ممكن سوزا كصانع لعب ممكن بيكمل راس حربة، ممكن اللاعب فهد المولد بينزل بيكون في راس حربة، ففي هناك بدائل يعني بالنسبة لقوة الاتحاد في الوسط الهجومي. إنما الأهلي بيعتمد على 3 أو 4 لاعبين هم يصنعوا الفارق له في الفرقة. طيب لاعب مثل فكتور وكذا أكيد بيأثر على طيب في سؤال دائما نطرح الكابتن مروان بصاص على موضوع المباراة إذا كانت ذهاب وعودة، ذهاب وإياب، تتوقع أنه ممكن مباراة يعني ننتظر الحسم فيها إلا المباراة القادمة، تتوقع أنه ممكن واحد من الفريقين يكسب مباراة اليوم بنتيجة كبيرة ينهي فيها مباراة من مباراة الذهاب؟ والله شو مباراة زي هذه أنت ما يعني ما تدري شو الظروف، ممكن فريق في أول دقائق يسجل هدف وتفتح المباراة، وممكن فريقين يكونوا متحفظين وتبقى المباراة على رتمها. ولكن اتهيالي انه الأهلي، انا اتوقع انه الأهلي حيقفل حيلعب مرتدات بحكم انه المباراة على ملعب الاتحاد، والاتحاد حيحاول انه يسجل بحيث انه يعني يكون له أريحية في المباراة القادمة. ولكن في كل الأحوال أنا يعني إن شاء الله أتمنى أن تكون مباراة ممتعة ومثيرة للجمهور وللآسيا كلها، وفي النهاية يعني إحنا فريقين من وطن واحد، ونتمنى إن شاء الله اللي يوصل إن شاء الله أنه يحقق الكأس في النهاية. طيب من وجهة نظر فنية كابتن مروان أخيرا، من تشوف أنه يكون مفتاح الفوز في الاتحاد وفي الأهلي من اللاعبين؟ والله الفريقين يستحقوا الفوز، ولكن بالأمانة وهذا ما هو حيادة وهذه رؤية وكل يعني رؤية، أنا في المباراة هذه أتوقع أنه الاتحاد أقرب للفوز. أقرب. إذا ما حصلت أي مفاجأة في المباراة ومشيت المباراة بظروف، فلأن المباراة هذه لا تعتمد على النهج الفني 100%،
او التكتيك يعني. طب لو فاز الاتحاد من اللي راح يكون عنصر او اليوم يعني كمستوى ثابت ومميز في نادي الاتحاد من اللاعبين؟ والله اللاعب اللي زي ما قلت لك اللاعب اللي مهيئ نفسه هو اللي حيكون ظاهر. يعني اتوقع انا سريري حيكون له دور اليوم في المباراه، اتوقع الشربيني ان كان اساسي حيكون له دور، اتوقع هزاد ان كان اساسي حيكون له دور، ابراهيم هزاز ايضا له دور بحكم انطلاقاته من الخلف. ولكن انا لما انظر كده بالمنطق وفي الفتره في على معطيات اللي فاتت للفريقين يعني على اسيا تجد انه بصراحه الاتحاد في المباراه هذه اقرب للفوز. طيب يعطيك العافيه كابتن مروان بصاص، شكرا لتواجدك معنا في اذاعه مكس اف ام، يعطيك العافيه. شكرا لك. معنا اللاعب الدولي السابق الكابتن مروان بصاص. معتز في تويتر يقول اتوقعها اتحاديه بفارق هدفين او ثلاثه، وفي انتظار مشجع الاهلاوي اللي اتوقعها بهدف الاهلي مع ذبيحه لمحمد نور لو فاز الاتحاد. والله عاد ما ادري، عاد اذا في واحد في المقابل بيتكلم عن ذبيحه ثانيه ترى احنا جاهزين. عموما STC 8348 STC 8448 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 73-22-22 4-4-8 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 73-22-22 ناخذ اتصال معنا عماد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله عماد. أنا سامي حبيبي، كيف حالك؟ الله يسلم. أول شيء عماد من وين أنت؟ أنا أكلمك من لندن والله يعطيك العافية. ها كيف الدراسة؟ والله الحمد لله الأمور تمام، بس دحين لينا أسبوعين تقريبا الدراسة هذه لا تسأل عنها، اسألني عن الديربي، سألني يقول لي كيف الأجواء، أنا أقول لك يعني كيف الوضع حقيقة شاغلنا وماخذ كيف الأجواء في بريطانيا عندكم الأهلاويين والاتحادين؟ والله شوف كل واحد طبعا يراهن على الفريق حقه، بس إنه يعني بصراحة كذاب اللي يقول لك والله توقعها كذا يعني نتيجة معينة، لأنه صراحة صعبة يعني لما يكون الأهلي جاهز الاتحاد يفوز، لما يكون الاتحاد أحيانا جاهز الأهلي بيفوز، فما صعب التوقع. لكن أنا كاتحاد أتوقع يعني إذا الاتحاد اليوم لعب وفاز حيفوز وحيخلصها من المباراة الأولى، يعني أتوقع إذا الاتحاد اليوم فات حيفوز بنتيجة تريح المباراة. قبل المباراة كل واحد طبعا تشوفه يجلس مع الثاني ويتحدى وكذا، لكن طبعا الآن احنا متجمعين مع بعض شباب الاتحادين سوا الأهلوية سوا، ما يحبوا يجلسوا مع بعض علشان يقول لك احنا ما نبغى أحد ليش يزعل من الثاني، فيعني يظل المباراة يعني في تخوف، يعني ما حد قادر صراحة يعني يراهن 100% أنه فريقه حيفوز.
لكن لانه يا عماد ما في احد اصلا يقدر يتكلم او يتنبا بنتيجه المباراه على المستوى المحلي، فما بالك في اسيا الان، يعني المباراه صعبه اكيد، بس انا اتوقع اللي يتحكم باعصابه هو اللي ممكن يفوز. ايوه بس زي ما اقول لك انا الاتحاد سواء تحكم او ما تحكم الاتحاد اليوم اذا فاز حينهيها من المباراه الاولى، مو عشان والله انه يعني اتكلم فيكم الاتحادين كثير اليوم، وين الاهلاويين؟ رجع لي فيصل، وين الاتحادين كثير اليوم ما شاء الله كأنكم متفائلين اكثر، بس انا الاهلاويين صدقني اشوف حتى على اس ام اس واثقين يعني الان الاهلاويين والاتحادين، انا اشوف كل ما قابل اتحادي حتى انا قلتها امس يا عماد، كل ما قابل اتحادي القى يعني متاكد كذا واثق بفوز فريقه، واذا قابلت اهلاوي نفس الطريقه يقول لك المباراه منتهي للاهلي. طب انا اقول لك هذا ترى يعني عاطفه زياده، لكن يعني لكن لجيت الحق انا ما اكذب عليك والله، انا صراحه ما اقدر اتوقع، اكذب عليك اقول لك انه الاتحاد حيفوز، بس انا الشيء الوحيد اللي انا يعني احس فيه انه الاتحاد اليوم اذا بدا بالتسجيل وفكر يفوز يعني ومشيت المباراه زي ما نقول ان شاء الله يعني للاتحاد حتمشي بنتيجه كبيره، يعني ما حتكون 1-0 2-0، حتكون اقل شيء 3 يعني. فهذا اللي انا اتوقع. طيب. عموما انا ما باخذ من وقت البرنامج، انا عندي زميلي هنا محمد طبعا يعتبر عنصر محايد لانه هو نصراوي، فاتمنى انك تاخذ راي وتسمع منه، هو ممكن يعطيك راي يعني جدا محايد. طيب عطني محمد. تفضل معك. هلا سامر. هلا محمد نصراوي ها؟ الله يعطيك. اي نعم نصراوي. الله يسلمك. طيب كيف تشوف بما انك انت الان لا اتحادي ولا اهلاوي، تشوف المباراه من فوق كيف تشوف؟ والله اللقاء يعني سعودي بنكهه اسيويه. نتمنى بصراحه اللي يفوز يكمل انتصاره للكاس ان شاء الله واللقب، هذا اهم شيء بالنسبه لي انا، بس من يفوز والله صعب تتوقع. لا تتوقع انت هذا عين يعني لا لا انا ما اقول تمني، توقع انت تتوقع كده احساسك وش يقول لك الاتحاد ولا الاهلي؟ والله بصراحه اذا الاحساس انا اتوقعها اتحاديه يمكن تكون اقرب يعني. مو عشان خويك اتحادي. لا والله مو عشان، بالعكس انا معي اصحابي اهلاويه يعني خاف حتى يزعلوا من ذا الكلام، بس اتوقعها الصراحه اتحاديه ممكن تكون. طيب يعطيك العافيه محمد. الله يعطيك العافيه حبيبي، شكرا لك ولتواجدكم في المداخله ثانيه. علي خالد. طيب تفضل يا خالد. الو مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، حياك الله يا خالد. اول شيء انا كمتابع للدوري السعودي وعنصر محايد لاني اتحادي ولا اهلاوي، فرحان اني اكون فريقين سعوديين وضمنت واحد فيهم لان شغل المباراه النهائيه. ممتاز. وش تشجع خالد؟ انا هلالي صراحه. طيب كيف اتمنى يكون، تمنيت انه يكون نهائي بين احد الناديين مع الهلال في الرياض، بس الاداء الله كتب. على العموم طبعا تسالني لي وش اتوقع، اذا ناخذها على بالنسبه للارقام وتوقعات واضحه وصريحه اقول اتحاد لسبب واحد. الاتحاد هو الفريق السعودي الوحيد اللي عنده ثقافه مباراه الذهاب والاياب. كيف جت مباراه الثقافه مباراه الذهاب والاياب؟ لو تشوف كاس الملك من يوم انشأته كبطوله ذهاب واياب كان الاتحاد واصل للنهائي ما عدا الموسم الاخير في كل النسخ. صحيح. فالاتحاد عنده هالثقافة هذه، اللاعبين عندهم ثقافة كيف. طيب خالد حلو منطقك في الكلام عجبني، بس أنا ودي أسألك سؤال، الثقافة هذه اللي عند الاتحاد في مباريات الذهاب والإياب من وين جت الاتحاد؟ ما جت مع الأندية الثانية؟ لا 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 انا علمك ايش من جد، لان جيل الاتحاد مختلف عن الجيل الثاني من الانديه، احنا نقول اللاعبين الاتحاد شوي شيبان، خل عنا شايب، هو نضج مو شايب يعني، مثل محمد نور كريري وروك زايد هذول كلهم ناس عندهم ثقافه ذهاب واياب، شاركوا في مسابقات قديمه. يعني انت تتكلم على جيل الاتحاد من عام 2004 وهو يشارك في ثقافه اياب، بعكس النادي الاهلي، بعكس الهلال، بعكس يمكن الشباب السنه الجايه، كلهم جيل جديد ما عنده الثقافه هذه. حتى لو تلاحظ المنتخب السعودي افكتف عليه لانه ما عنده الثقافه هذه ذهاب واياب، شوف ليش ما تشارك انت في البطولات، حتى في البطولات الاسيويه تصفيات كاس العالم ما تاهلت. اللاعب السعودي ينقص ثقافه مباراه الذهاب والاياب بعكس نادي الاتحاد. طيب يا خالد بما انك انت هلالي وزي كذا، على موضوع ان هذا يعني احنا نحتاج لاعبين الخبره، هذا اللي انا ودي اوصله لك، صح ولا لا؟ لان كل ما كان اللاعب عنده نضج وعنده خبره اكيد راح يكون عنده ثقافه الذهاب والاياب. اكيد هذه اكيد، انت حتى اللاعبين في خبره بس كلهم شباب. الاهلي نفس اللاعبين كلهم جايين من الاكاديميه من شباب الاهلي، كلهم شباب. بتامل عليه في دوري ممكن الشباب الاهلي ياخذ دوري الاتحاد، هذا على فكره لاعبين الاتحاد كتفكير دوري صعب عليهم كلاعبين، بس ثقافه الذهاب والاياب هي تكتيك، انت تفهم عقليه مدرب وتطبقها في مباراه 90 دقيقه. اللاعب الشاطر اللي هو عنده النضج الكروي هي ثقافه يطبق كلام المدرب. صحيح.
طيب يعطيك العافية خالد وشكرا مشاركتك. شكرا جزيلا لكم وبنك. شكرا لك. نذكر بأرقام التواصل STC 8-4-4-4-8 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 732-22. ناخذ آخر مداخلتين قبل ما نبدأ التغطية الخاصة بالبرنامج. راشد السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا راشد. يعطيك العافية اختابر. الله يعافيك. تفضل يا غالي. بس الله يعافيك. بس بما اني اهلاوي اكيد اتمناها اهلاوية. تتمناها وتتوقعها؟ اتوقعها اليوم تعادل 2-2. 2-2 يعني من صالح الاهلي. ان شاء الله. لان بس بوصل انا ابغى رسالة اوصلها للجمهور. هذه كرة قدم. فوز تعادل هزيمة. الان عندك يا فوز يا هزيمة. احنا همنا الاول صدقني انا اتكلم بكل صراحة ناخذ البطولة سواء الاهلي او الاتحاد زين. لكن احنا حبينا نثبت للعالم ان عندنا كورة عندنا فرقة محترمة توصل للنهاية. يا ريت الكورة هذه تواكب طموحات الشباب السعودي من ملاعب ومن تطور في الرياضة في البنية التحتية. نترك عن الكورة لان عندنا لاعبين. طيب يعطيك العافية. لكن أتمنى الاتحاد السعودي يشتغل على الشغلات الثانية. والله يعطيك العافية. شكرا لك راشد. عاطف عندنا 20 ثانية. عاطف. ألو. عاطف عندنا 20 ثانية بسرعة. هاي السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الله يبارك فيك. اليوم إن شاء الله الفوز أهلاوي يا تامر بإذن الله تعالى. أهلاوي أكيد. أكيد الفوز أهلاوي. ترى قدامك العميد. ها انتبه. ايه والفوز ان شاء الله هدي لزوجتي الغالية ان شاء الله. طيب يعطيك العافية عاطف. شكرا لك وشكرا لكل من استمع لنا في برنامج الجولة. بنرجع لكم ان شاء الله بعد الاخبار السابعة مع تغطية خاصة لديربي جدة الآسيوي بين الاتحاد والاهلي في نصف نهائي دوري ابطال اسيا.